مرحبا بكم على قناة أم سمين. اليوم غادي نقدم لكم الأرز بالكبد والقوانص. كيجي لذيذ بزاف بزاف وسريع وكيتحضر في وقت وجيز. غادي نمروا الطريقة ديال التحضير ونذكروا المقادير. وضعت الماء يتغلى في طنجرة، وضعت فيه القليل من الملح والخل، تقريبا معلقة كبيرة ديال الخل، ونضيف ورقة سيدنا موسى أو ورق الغار. غادي نحتاجوا الكبدات والقنيصات. من بعد ما غسلتهم مزيان غادي نوضعهم في المغليان، كنغطيهم ونخليهم يطيبوا مدة 10 دقائق. من بعد ما دازت 10 دقائق طفيت عليهم وحيدتهم وصفيتهم، وليت غسلتهم مزيان وقطعتهم مكعبات صغيرة. خديت مقلاة وضعت فيها حبة ديال البصل مفرومة رقيقة، ونضيف لها القليل من الملح والقليل من الثوم بودرة، أو تعوضوها بجوج فصوص ديال الثومة طرية محكوكة، وجوج معالق ديال زيت الزيتون، والقليل من الفلفل الأسود، ونخليوها حتى تشحر. من بعد ما تشحر لينا البصل ديالنا كنضيف له الفلافل الالوان، نصف حبه من كل لون، نصف حبه من الفلفل الاصفر، ونصف حبه من الاخضر، ونصف حبه من الاحمر. تقدروا تستعملوا غير الفلفل الاخضر الا ما كانوش متوفرين الالوان. كنخليوها حتى تشحر شويه، كنغطي عليها ونخليها تطيب. ثم كنضيف واحد الكميه من الشامبينيون، تقدروا تستغناو عليه الا ما كانش متوفر. كنضيفو لهم داك القنيصات. بعد ما قطعتهم مكعبات صغيرة كنشحرهم شوية. ممكن تضيفو له القطع ديال الدجاج، أو ما تضيفو حتى شي حاجة، يبقاو نباتيين. من بعد ما كيتشحرو كنضيفو لهم المغليان باش يطيبو لينا بسرعة. كنغطيها ونخليها حتى كطيب واحد 10 دقائق. من بعد ما طابو لينا القنيصات كنضيفو داك الكبيدة. ما ضفناهاش في الاول لانها ما كتاخدش الوقت دغيا كطيب. وكنضيفو معلقه كبيره ديال معجون الطماطم، طلقتها بشويه ديال الماء. وكنضيفو معلقه كبيره ديال الكركم او الخرقوم البلدي. وكنضيفو زلافه كبيره عامره مزيان ديال الارز الاسمر. انا عندي ارز بثلاثة الالوان، راه متوفر في لي سوبر مارشي. من بعد ما غسلته وصفيته كنضيفو. تقدروا تستعملوا الرز كلاصي، ما ديروش الرز العادي باش ما يتعجن ليكم ويبقاو الحبات ديالو واقفين. وكنضيفو له المغليان القياس فين يطيب لينا. انا كنغطيه بالماء لان الارز الاسمر كياخد شويه ديال الوقت في الطياب، ما كيجي يطيب حتى كيكون نشف من الماء. وكنغطيه ونخليه يطيب مزيان. من بعد ما طاب لينا الارز ونشف من الماء كنضيفو له شويه ديال زيت الزيتون. انا في الاول درت جوج معالق ديال زيت الزيتون. من بعد ما كيطيب عاد كنزيد نضيف الزيت في المرحله الاخيره باش ما كتفقدش الزيت الفوائد ديالها. كيف ما كتلاحظوا معايا الحبات ديالو كيبقاو واقفين، ما كيتعجنش، صافي راه طاب. غادي نطفي عليه ونولي معكم في الطبق ديال التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الارز ديالنا من بعد ما طاب. كيجي لذيذ بزاف بزاف وصحي وسريع جدا، كيتحضر في وقت وجيز، ما كياخدش الوقت. كنتمنى ان الاقتراح اليوم ينال اعجابكم، واذا عجبكم اشتركوا في القناه وشجعوني بلايكات وتعليقات، وبارطاجيو مع الاصدقاء في الواتساب والفيسبوك. وشكرا على المتابعه ومع السلامه.